اللي خصني ندير اون ميم طون في هذا في هذا في هذا الوقت اللي فرحان فيه وفرحانين فيه، اللي ما كملش الفرحه ديالنا، الجمهور ما حضرش معنا انه كتعرفوا هذه الحاله. انا كانوا شي اصدقاء وحباب قراب، واحد فيه الله يرحمه كانت الامنيه ديالو انه يحضر معنا في لو داني جو، واحد اخر كيتوفى الله يشافيه، مرحوم السيد عبد الرحمن يوسفي الله يرحمه.